كلام قادم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونية به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيراتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونوّر به قلبي وسمعي ومقلاتي وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم صحابتي ويا ربي يا فتاح افتح قلوبنا وفهم به قلبي علوم الشريعة وصلي وسلم يا إلهي لمنذري عدد حروف بالقرآن والسورة كلام قادم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونية به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيراتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونوّر به قلبي وسمعي ومقلاتي وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم صحابتي ويا ربي يا فتاح افتح قلوبنا وفهم به قلبي علوم الشريعة وصلي وسلم يا إلهي لمنذري عدد حروف بالقرآن والسورة كلام قادم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونية به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيراتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونوّر به قلبي وسمعي ومقلاتي وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم صحابتي ويا ربي يا فتاح افتح قلوبنا وفهم به قلبي علوم الشريعة
وصلي وسلم يا إلهي لمنذري عدد حروف بالقرآن وسورة كلام قادم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونية به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيراتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونوّر به قلبي وسمعي ومقلتي وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم صحابتي ويا ربي يا فتاح افتح قلوبنا وفهم به قلبي علوم الشريعة وصلي وسلم يا إلهي لمنذري عدد حروف بالقرآن وسورة كلام قادم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونية به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيراتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونوّر به قلبي وسمعي ومقلتي وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم صحابتي ويا ربي يا فتاح افتح قلوبنا وفهم به قلبي علوم الشريعة وصلي وسلم يا إلهي لمنذري عدد حروف بالقرآن وسورة